سد الحرية والذي يقع في محافظة الرقة بالقرب من مدينة المنصورة تعافى اليوم بشكل شبه كامل وعاد لسابق عهده، فهو اليوم يولد الكهرباء وينظم جريان النهر. يحوي السد 3 عنفات لتوليد الكهرباء استطاعة كل منها 75 ميجا واط، 2 منها فعالة بشكل كامل وعادت لعملها السابق، في حين تبقى عنفة واحدة خارجة عن الخدمة نتيجة للتكاليف الباهظة التي تحتاجها لإعادتها للعمل. ما أحدثه داعش من خراب في السد يشبه ما خلفه من دمار في سد الفرات، وتم اليوم تذليل كافة العقبات والصعوبات التي واجهت فنيي السد والمشرفين عليه، في حين يبقى تحدي الأنفاق قائما لما تشكله من خطر على السد. لذلك تعمل إدارة السد اليوم على حفر هذه الأنفاق وردمها من جديد. بعد تحرير سد الحرية كان السد كله بالكامل مغمور، قدرة حسنة فرغ الصيانة من ضخ المياه خارج المحطة، وبلشت عمل صيانة، وكانت صيانة سد الحرية أصعب من صيانة سد الفرات كون العنفات أفقية تحتاج إلى صيانة أكبر، وحسنوا خلال فترة أنه يشغلوا مجموعتين منذ حوالي شهر تقريبا. وبالنسبة لسد الحرية وسد الفرات وسد تشرين في عنا نقص المياه متأثرين بالموضوع هذا بشكل كبير على التوليد، حتى ساعات التقنين زادت. بالنسبة للقطاع الزراعي تأثر كمان كون أنه مضخات الشرب انخفض مسؤول المياه عنا، في منها توقفت عن العمل وهن عندهم تفاصيل أكثر. يعني سد الحرية يعتبر شريان الحياة في مدينة المنصورة وريفها، فإضافة لتوليد الطاقة الكهربائية وتنظيم جريان المياه وري الأراضي الزراعية فهو ممر بري هام يربط ضفتي الفرات، ما يخفف كثيرا من الأعباء على المواطن للتنقل بين ضفتي النهر.